ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض محمد الجابر سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن. أهلا بكم معنا سعادة السفير في العربية الليلة. أهلا وسهلا. أهلا بكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم وجميع المشاهدين بخير. تسلم. أنا أريد أن أسألك عن هذه الجهود التي تحدث عنها جريفيث تحديدا عندما نتحدث عن جهود السعودية قامت باتفاق الرياض، ويمكن لها مثلا أن تعتبر أنه أدت دورها يعني أو قصتها إلى العلا كما يقال فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن الآن عملت كل تلك الفترة التي لم ينفذ فيها الاتفاق على آلية تسريع هذا الاتفاق. كيف حصلت هذه الجهود؟ دعنا أكثر في تفاصيلها لو سمحت. شكرا لك. الحقيقة منذ توقيع الاتفاق في العام الماضي والمملكة العربية السعودية تعمل مع طرفي الاتفاق الحقيقة على تنفيذ الاتفاق، ونجحنا في بداية هذا الاتفاق، وبعدين واجه تحديات الحقيقة مختلفة في جميع نقاطه سواء كانت السياسية والعسكرية والأمنية، وواجه تحديات داخلية من الطرفين بعد أيضا المجلس الانتقالي أعلى إدارة ذاتية، وحصل هناك اشتباكات وقتال في محافظة أبين، وتدخل المملكة العربية السعودية مع الطرفين وحضروا إلى الرياض بجهود أيضا كريمة من الأشقاء في الإمارات، وعملنا مع الحكومة اليمنية وكذلك مع المجلس الانتقالي بتوجيهات من سيد ولي العهد ومتابعة من سمو نائب وزير الدفاع مع فريق سعودي سياسي متكامل، وعملنا مع الطرفين الحقيقة في المقام الأول على وقف إطلاق النار في أبين، وقام ضباط سعوديين في قوات التحالف بالتواجد في أبين وفصل إيقاف إطلاق النار وأيضا مراقبة هذا الوقف، وفعلا نجحوا نجاح كبير في إيقافه وحقن الدماء ورابط الصدع في أبين. تلا أيضا جهود مع الطرفين، وضعنا الآلية للتسريع لتنفيذ الاتفاق بدلا من العودة مرة أخرى للحديث حول بعض آلياته اللي ممكن تأخذ وقت طويل. تمام. وبالفعل استجاب الطرفين وبدأوا فعليا في اتخاذ خطوات عملية. طيب شو اللي تغير؟ يعني الناس بتسأل سعادة السفير الآن، ما الذي تغير بالنسبة إلى الطرفين ليذلل العقبات التي كانت قائمة من قبل التي حالت دون الاتفاق؟ بالتالي هل يمكن وضعنا أكثر في يعني كواليس الاجتماعات التي حصلت مع الطرفين؟ الحقيقة الطرفين يمتلكان الحكمة ويمتلكان أيضا الرغبة في الأمن والاستقرار والرغبة في العودة إلى يعني العمل داخل منظمات الدولة، وبالتالي هناك أيضا عدو يعني يفرض بالقوة ويرفض كل حلول سياسية حتى الآن، حتى أنه يرفض وقف إطلاق النار للميليشيات الحوثية مدعومة من إيران، ووجدوا بأن أيضا المواطن اليمني يئن تحت ظروف إنسانية واقتصادية كبيرة، والفريق السياسي يناقش مع الطرفين التحديات السياسية والتحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية بشكل مفصل، والحقيقة وجدنا تجاوب كريم، وأيضا كان هناك تواصلات على مستوى عالي مع قيادة الحكومة الشرعية وأيضا مع مجلس انتقالي في المملكة العربية السعودية، وكان حظي بتقدير واحترام لهذه الاتصالات وهذا الدعم، وبالفعل استجابوا للآلية المقترحة من المملكة العربية السعودية، ولا بد نشيد بهم على استجابتهم على تجاوبهم على حرصهم على الشعب اليمني، ووضعه هو أولى الأولويات، وسيكون إن شاء الله انعكاسه كبير أيضا على الوضع الإنساني والوضع الاقتصادي والمعيشي الإنساني اليمني بإذن الله. هذا اللي حابب أسألك عنه حقيقة، عن الاتفاق، ما الذي سيشهد يعني الآلية نفسها من جدول أعمال من الآن فصاعدا، ما الذي يجب أن ينتظر الشارع اليمني في الداخل، ومن ثم كيف يمكن لهذا أن يؤثر على الوضع اليمني ككل، على الحرب ككل؟ بفضل الله سبحانه وتعالى ثم توجيهات القيادة ومتابعتها الدقيقة لكل ما يجري من نقاشات في الرياض حول تطبيق الآلية، أول شيء الحقيقة صار في انفراجة كبيرة في هذه الأيام المباركة وعلى وجه عيد الأضحى المبارك، وبالتالي هناك انطباع إيجابي وفرح، تلقيت كثير من الاتصالات والرسائل من الجانب اليمني، وكذلك ردود الأفعال الإعلامية وفي السوشيال ميديا منتشرة بشكل كبير، فرد الفعل الإيجابي هذا يعتبر يعني إنجاز مؤقت، ولكن يحتاج مزيدا من العمل من الطرفين. الخطوة الأولى هو تعيين محافظ ومدير أمن، وبالتالي اتضح للناس أن هناك مسؤولين قادرين على يعني دعم الجهود سواء الخدمية أو الأمنية في محافظة عدن، وكذلك تكليف رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بالبدء في التشاور. نحن الآن أمامنا العيد، أعتقد هناك سيكون هناك 4 إلى 5 أيام
سيكون فيها مرحلة العيد لكل ذوي العلاقة في تنفيذ الاتفاق، ثم يعودون للتشاور حول تشكيل الحكومة. ستقوم أيضا الفرق السعودية في عدن، سواء الفرق السياسية أو الفرق العسكرية، بالبدء بمتابعة إخراج القوات العسكرية من عدن وفصلها في أبين وعودتها إلى مواقعها السابقة أو إلى الجبهات بإذن الله. فهناك تحرك إن شاء الله فاعل، وبالتالي ستعود مؤسسات الدولة للعمل بشكل أكثر فعالية. طبعا هذه الجهود اللي عم نتحدث عنها اللي أدت إلى الاتفاق ومن ثم إلى آلية تفعيل هذا الاتفاق يرافقها جهود إنسانية قائمة دائما من مركز الملك سلمان للإغاثة وكذلك البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن. هل يرافق هذه الآلية وهذه التغييرات الإيجابية إن شاء الله على الأرض المزيد من هذه الجهود على الصعيد الإنساني؟ هذا صحيح. الجهود المركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثة هي تعمل الآن، وكذلك البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن سيمكن الاستقرار، سيمكن الأمن، سيمكن تواجد الدولة سواء مركز الملك سلمان أو البرنامج السعودي أو حتى المنظمات الدولية الأخرى للبدء في دعم مشاريع الإنسانية والمشاريع التنموية الكبيرة. فعلى سبيل المثال البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن ينفذ مجموعة من المدارس ويساهم في إعادة تأهيل وتجهيز المعهد التقني وكذلك جامعة عدن وكثير من مشاريع الطرق والمياه والكهرباء في عدن. وهناك أيضا نقاشات حول كيف يمكن دعم محطات الكهرباء والمشتقات النفطية من خلال العمل مع الحكومة اليمنية لوضع آليات عمل تسمح وتضمن بأن هذه المشتقات النفطية تستخدم لتشغيل محطات الكهرباء اليمنية لخدمة الإنسان اليمني. شكرا جزيلا لك سعادة السفير سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر على وجودك معنا الليلة في العربية الليلة من الرياض. تحياتي إليك.